الشوط الاول او شافت كيف كان اداؤه جيد رغم الاهداف اللي تسببت فيها اخطاء تحكيميه بحته. جاب الكره خطا قدام وما قدر حتى في المرمى. يا سلام الهدف الاول سجله ماجد احمد عبد الله. سجله ماجد احمد عبد الله بالراس المتخصص في التهديفات او الضربات الراسيه. سجل ماجد احمد عبد الله بعد 30 دقيقه هدف السعودي الاول من خطا. شوفوا الثاني نفذ الخطا وده ماجد طلع وحطه في اقصى الزاويه في المقص العلوي على سار كفاريو اللي ما شافها وسجلت الهدف السعودي الاول. يسجل ماجد عبد الله